شهر جديد وموعد جديد مع ألعاب مجانية تقدم لمشتركي الخدمات الشهرية للعب على الشبكة على الجهازين بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1. هالشهر الشركتين يقدمون ألعاب قوية بنستعرضها لكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدأ يا جمهورنا الرهيب، لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركون بالقناة إذا ما اشتركتوا للآن. البداية بتكون مع بلاي ستيشن 4 وخدمة بلاي ستيشن بلس. باتمان أركام نايت، هذه اللعبة صدرت في 2015 وتعتبر الجزء السادس في سلسلة أركام الشهيرة. في هذه اللعبة يحاول باتمان إنقاذ مدينة أركام من خطر شخصية سكيركرو اللي قام بهجوم كبير على مدينة غوثم وسبب نزوح كبير فيها. من أبرز الإضافات في هذا الجزء هو إمكانية استخدام السيارة الشهيرة باتموبيل والتجول في أنحاء مدينة غوثم اللي تمثل العالم المفتوح للعبة. إذا تحب باتمان أو الأبطال الخارقين أو تحب ألعاب الأكشن بشكل عام، هذه تجربة مجانية مفروض ما حد يفوتها. داركسايدرز 3، الجزء الثالث من سلسلة داركسايدرز، هو أحد الألعاب المجانية المشتركي بلس هالشهر. اللعبة من نوع أكشن أدفنتشر، بطلتها هالمرة تدعى فيوري واللي تلقب ب سيستر أوف وور أند ديث. اللعبة تتبع أسلوب المترويدفينيا في التسلسل وتستخدم فيها الصوت والسيف والخنجر والسحر لقتال الأعداء. اللعبة أيضا تحتوي بعض عناصر الألغاز اللي لازم تحلها عشان تتقدم في اللعبة، وأيضا تقدم أعداء أقل من الأجزاء الماضية لكن هزيمتهم بتكون أصعب. اللعبة هذه مش قديمة وفي الواقع للحين ما كملت سنة من يوم صدورها. هذه كانت ألعاب البلاي ستيشن بلس. الآن ننتقل لمعسكر مايكروسوفت ونشوف إيش قدم الشركة لمشتركي لايف ويد جولد هذا الشهر. طبعا نبدأ مع ألعاب إكس بوكس 1. لمدة شهر سبتمبر كامل تقدرون تلعبون هيتمان الموسم الأول، وهي لعبة إكس بوكس 1 صدرت في 2017. اللعبة تأخذكم مع البطل الشهير إيجنت 47 في مهمات تجسس ومغامرات أكشنية رهيبة. اللعبة تتميز جدا بأنها تعطي اللاعب الحرية كبيرة في تنفيذ المهمة، وفضول اللاعب مثل أنه يستمع لبعض الشخصيات الكمبيوتر وهي تتحدث ممكن يكسب منها معلومات مهمة عن هدفه وموقعه. إذا تحب الألعاب من هذا النوع لا تفوتك هالتجربة المجانية. من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر مشتركي الجولد بيقدرون يجربون لعبة We Were Here. اللعبة هذه فكرتها عجيبة، وهي أنك تلعب مع واحد صاحبك وتتحدثون عن طريق الميكروفون. كل واحد منكم يلعب في مكان مختلف داخل قلعة مهجورة. اللعبة تحتوي على مجموعة من الغرف وتقدم ألغاز متعددة راح تختبر قدراتك في حلها، وأيضا قدراتك على التعاون مع شخص آخر في حل هذه الألغاز. الآن خلونا نتحدث عن ألعاب Xbox 360 هذا الشهر. من 1 إلى 15 سبتمبر تقدرون مجانا تلعبون Earth Defense Force 2025. أدري الاسم طويل وغريب، هذه اللعبة اليابانية لها تاريخ طويل وهي لعبة تصويب من منظور الشخص الثالث ومن تطوير فريق ساندلوت ونشر شركة D3 Publisher. في اللعبة أنت تتحكم بجندي من قوات دفاع كوكب الأرض وتحارب مخلوقات فضائية باستخدام أسلحة متعددة تتنوع ما بين قاذفات صواريخ وقنابل وأشعة ليزر. نتكلم عن 700 سلاح موجود في اللعبة. أيضا في مركبات تقدر تركبها وتحتوي اللعبة على بيئة قابلة للتدمير. هالشهر بيكون محبي ألعاب القتال نصيب في ألعاب الشهر المجانية. نتكلم عن لعبة تيكن تاك تورنمنت 2 واللي بتتوفر المشتركي جولد من 16 إلى 30 سبتمبر. اللعبة تعتبر الجزء الثاني من سلسلة تيكن تاك، وهي جزء فرعي من لعبة تيكن يتيح للاعبين لعب مباريات ثنائية ضد بعض بالإضافة للعب مباريات فردية. وتتميز تيكن تاك تورنمنت 2 أنها في وقت صدورها عام 2012 احتوت أكبر تشكيلة شخصيات في تاريخ السلسلة بجمعها جميع الشخصيات من الأجزاء الماضية وقتها. وبكذا نكون انتهينا من فقرة الألعاب المجانية لهذا الشهر. لا تنسون بدعمكم الرائع المعتاد بإعطائنا لايك على الفيديو وأيضا الاشتراك بقناتنا، ومع السلامة.